أمتع فريق الهلال عشاقه بالفوز على جاره النصر السعودي بثلاث أهداف لصفر يوم الجمعة على ملعب مدينة مالك بالفهد الرياضية في قمة الجولة 15 من الدوري السعودي، وابتعد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة على النصر أقرب ملاحقيه، وكسر الزعيم سلسلة من 20 مباراة النصر بدون هزيمة، ومنذ خسارته أمام التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي أغسطس أيار الماضي، كما ازداد الهلال حلقة جديدة في سلسلة عدم الخسارة للمباراة رقم 22. هذا أبرز مشاهد في الدرب الرياض على نحو التالي: دخل جمهور الهلال والنصر بلوحتان رائعتان، فكان تيفو الهلال بعنوان كن قويا وتيفو النصر العميد العالم. هذا هو نهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.